عسلامة مدام. نعم عسلامة. عليك الحمد لله. وانت الحمد لله. مرحبا بك في بلادك وبيك عايشك. مزرونا برشا ديوانا وعم الحمد لله لاباس. الحمد لله احنا ديما نحب نجوا لبلادنا ونحب نفرحوا في بلادنا ونحب زاد نعاونوا ثنا اولادنا ثنا اللي هنا في تونس. اما لا غالب الفواياج غالي برشا وباش نجوا يعني عائله يفو كونتي او موان 3 4000 اورو. سي تري 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 شير بلوس الديوان زاد كيف كيف Ils nous ont beaucoup embêtés en fait. Hab talla, c'est trop. Donc. Inti win mokima? Ana mokima fi France, fi Valence. Fi Valence. Qaddish andak? Andi qrib 45 sene. Mashallah. Aishik. Allah. Najmou nahkiou ala awwal marra kharajt fiha li France waqtay chnou al asbab? Ay, ana kharajt groupement familial ma baba, ma aïlti lkoul, baba w ommi la yerhamhom. Hajertou? اي هاجرنا لفرنسا. عام قداش؟ عام 81. اي عام 81. وقتها قداش كان عمرك؟ وقتها كان عمري انتخ 6 و 7 اون. فوالا. خرجت من تونس؟ نعم خرجت صغيره برشا. كيفاش كانت التجربه من الاول؟ بون صغيره تتذكر ولا؟ نتذكر انا كنت نقرا في الاول وفي الثاني نجحت للثاني ابتدائي. وكي جتني النتيجة متاعي اللي أنا نجحت أنا كنت في فرنسا. أول مرة ما حبش نمن اللي أنا باش نمشي لفرنسا. ديما أمي تقول لي رانا ماشيين لفرنسا بوك باش يعمل لنا جروب فاميليال وباش نطلعوا لفرنسا. أنا ديما نحب ديما نمشي لها فرنسا وديما نعيط على بابا يجينا وقتها بالعامين. معناها كان يعيش في فرنسا. بابا كان يعيش في فرنسا. بابا يعيش في فرنسا من 1965. فوالا. دونك ديما يقول عمل دوسي الاول ما نجمناش نجو خاطر يا يو انتخو تان ان شانجمون دو نون دو فامي اي كو فوالا دونك سا بري بوكو دو تان وبعد دونك اون شانجي دو نون دو فامي وبعد عاد صرحوا لنا يعني باش احنا ندخلوا لفرنسا العائله كامله. كانت سهله وقتها الخروج لفرنسا؟ كانت سهله برشا. فرنسا كانت سهله من اون فادير من 65 حتى لتوا حتى اون فادير جوسكا 90 95. من بعد صعبت برشا. وانا نوني للتوانسه اللي عايشين لهنا في تونس كي زوبلي لا فرانس الحرقة تو سا كي زوبلي باسكو سا فو ريان اي فو ميو كومون دير باش يشرو كونترا ويا لحاجة ب 20 ولا 30 مليون راه ما ينجموش يصوروا الفلوس هذيك اللي باش يخسروها. يفو اتوندر يفو 10 سنين اخرى باش يربحوا هاك الفلوس هذيك. دونك فو فيغ تري اتونسيون. دونك مو جو سويت با دالي ان فرانس. شفت معناها الانواع هذوم في فرنسا عايشين بتاعي. كيفاش عايشين؟ مساكين عايشين فما برشا مساكين يغروا بهم العائلات يقولوا لهم ايجوا احنا جو عندنا ونعطوكم بنتي وفما برشا حكايات هكا. بعد ما يجوا لهنا الطفله تقول لك لا انا تي ما فوندو انا جي بري تون كوزان انا جي بري هكا. ما تحبش البنيه يولوا يعملوا كونترا دو مارياج بلان اي لو بروبليم سي كو لو كونترا دو مارياج بلان سي سا سي في بلو مانتونون. دونك فوالا دونك الناس الكل تو في بالهم والبنات خاصة البنات تقول لك لا انا ما ناخذش واحد ما عندوش لي بابيي. يخافوا منهم برشا. علاش يخافوا منهم برشا؟ خاطر هو يجي ياخذ بنيه غادي يكش في فرنسا وبعد يقول لك ايه ما يسالش ناخذها ونعمل منها لي بابيي وكل شيء وبعد يطلقها ويهبط لتونس يجيب واحدة ما خير. هذه صارت برشا مرات. صارت برشا مرات حتى في عائلتي راه صارت برشا. معناها عائلتك فما شكون خذا منكم ولا انتم خذيتوا من؟ فما شكون اللي خذا بنات من عندنا وكلانديستان يعني ما عندهمش الاوراق وغروا بهم. دونك سي تري تري دور. دونك علاش انت تجي اون بليس بنت عمك يعني تونسيه كيفك بنت بلادك فوالا تعمل معاها لي بابيي وتهزك وتعمل لك كل شيء وتعاونك وتبني لك معاك دارك دار بوك ودار امك وفي الاخر تطلقها بزوج صغار ولا بثلاثه صغار ما يجيش مش معقول.
شفنا برشا معناها صغار من تونس عندهم صغار من اجنبيات والاجنبيه بيان سور تهز صغيرها وما عادش يراه جمله. اي فما موجودين فما برشا خاطر معناها فما برشا رجال في تونس عندهم صغار البرا وما يعرفوهمش. ما يعرفوهمش خاطر بالك شي يعني ايزون با كومون دير كي ايزون با ريكوني لانفون. Il y a aussi une reconnaissance d'enfants, donc ils n'ont pas pu reconnaître l'enfant. Avec donc ménage mouche, bichigibou, l'aide, voilà. Qui fait que tu as dit que والله 45 سنة تعدوا بالقدا قريت الحمد لله دونك كيفاش نقولوا خدمنا كبرنا انا 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 مني انا لولا عرست مع واحد ما عندوش الاوراق والحمد لله يا ربي ما بعضكم حبيتوا بعضكم بعضنا واحنا للتوا وجبنا صغيرات عندي وليد عمره 23 سنة عندي بنية عمرها 20 والاخرى 18 سنة الحمد لله يا ربي الحمد لله ان شاء الله ربي يفضلهم لك الحق ما صورتش لي زوجي باش يكون هكا يعني خاطر مادام سمعت من بكري اللي ما عندهمش الاوراق مي فرانشمون فوالا جو دي ميرسي ا مون ماري اي فريمون ان شاء الله كونوتر كوبل ديغورا لو بلو لونتام بوسيبل. كنت كل عام تجي لتونس؟ كل عام نجي لتونس كنت قبل نجو تولي دو زان توا ولينا نجو كل عام. كل عام نجو لتونس ولادي يحبوا برشا تونس بالحق يموتوا على تونس ولادي شنو اللي يعجبهم في تونس يعجبهم جو تونس يعجبهم تعجبهم الفروحات خاطر غادي في تونس في فرنسا نسمو ماشي بلادنا وما كانش الجو هذايا تاع تونس العروسات احنا العروسات قليل ونمشوا لها وقليل فهمتي يعني جو اخر في تونس On se sent vraiment chez nous. On se sent vraiment chez nous. Mais on n'est toujours pas chez nous, en fait, parce qu'ils nous prennent toujours pour des clandestins. Fait Tunis, on est clandestins, ici on est clandestins. Donc on n'a rien compris, en fait. Tunis, tu te souviens de ton âge? Je me souviens de mon âge, mais ça a beaucoup changé. Ça a changé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comment الشعب هتبدل انا نحب ديما كان بكري السفساري يا حسره كان يرجع السفساري متاع بكري الحق نحب نقول كلمه ان الناس الكل اللي تسمع فيا توا نحب عادتنا ترجع سفسارينا يرجع ياسر نحنوا للايامات هذيك حلوه برشا والله والحنان متاع التوانسه متاع بكري اي اوسي اسكو جو بوغي اوسي dire quelque chose par rapport aux Algériens parce que il y a beaucoup d'Algériens ils goulou اللي نروح نمشيو لتونس ما يفرحوش بينا ولا انا نقول لكم بالنسبه لي انا vous êtes les bienvenus dans notre pays tous les Algériens vous êtes les bienvenus vous êtes nos frères انا لولا كنت ديريه voilà خوا خوا donc vous êtes les bienvenus les Algériens la Tunisie vous reçoit